السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة سنة تانية هنتابع مع بعضينا الدرس اللي احنا بدأناه اللي هو وطننا العربي الموقع والمساحة. سبق المرة اللي فاتت واتكلمنا أو بدأنا جزء اللي هو بيتكلم عن أهمية الوطن العربي، واتكلمنا المرة اللي فاتت عن الأهمية الدينية والحضارية للوطن العربي. طبعا النهاردة هنبدأ درسنا بالأهمية التانية للوطن العربي، وهي الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية. طبعا الأهمية الاقتصادية دي اللي احنا عارفينها ان هي طبعا اللي هي التجارة والصناعة والزراعة في الوطن العربي او الموارد. طب ايه الأهمية الاستراتيجية دي؟ قال لي الأهمية الاستراتيجية معناها الأهمية وقت السلم والحرب والأزمات. طيب ايه الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للوطن العربي؟ هل للوطن العربي أهمية اقتصادية واستراتيجية؟ طبعا موجود أهمية اقتصادية واستراتيجية للوطن العربي تتمثل في أول حاجة تحكم وطننا العربي في طرق التجارة العالمية. يبقى إن الوطن العربي بتاعنا موجود في قلب العالم القديم ويتوسط طرق التجارة، أدى ذلك إلى وجود أهمية اقتصادية للوطن العربي. إذن هنا تحكم وطننا العربي في طرق التجارة العالمية خلال العصور التاريخية المختلفة من خلال موقعه المتوسط بين قارات الإيه؟ العالم. دي أول حاجة في الأهمية الاقتصادية. تاني حاجة إشرافه على ثلاثة أذرع مائية مهمة، وطبعا الأذرع المائية المهمة تتمثل في البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي. طبعا اللي احنا دي بنسميها مع بعضنا اللي هي طرق التجارة، فهي كانت وما زالت تشكل دورا مهما في التجارة العالمية. عشان تقدر توصل من أوروبا للهند لازم تمر بالبحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي ده. إذا هنا الثلاث حاجات دول شكلوا للوطن العربي أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة. يبقى تحكم وطننا العربي في طرق التجارة العالمية خلال العصور التاريخية المختلفة من خلال موقعه المتوسط بين قارات العالم. تاني حاجة إشرافه على ثلاثة أذرع مائية مهمة، وهي البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي، وهي التي تشكل دورا مهما في التجارة العالمية. بالإضافة الرقم ثلاثة وهي تنوع موارد الوطن العربي. ليه يا مستر بتتنوع موارد الوطن العربي؟ قال لي بسبب تنوع الأقاليم المناخية. المناخ في الوطن العربي متنوع ما بين مناخ بحر متوسط، ما بين مناخ صحراوي، وما بين مناخ مداري، أدى ذلك إلى تنوع الحياة النباتية، بالإضافة إلى تكويناته الجيولوجية المختلفة. يبقى أنا عندي هنا تنوع الموارد. ليه يا عم بيتنوع الموارد؟ قال لي بسبب تنوع الأقاليم المناخية. إيه كمان؟ والحياة النباتية، وتكويناته الجيولوجية. طبعًا التكوينات الجيولوجية دي إن شاء الله لما نكبر ونبقى في أولى ثانوي هنعرفها، اللي هي تكوينات سطح الايه؟ الارض. بالاضافه الرقم اربعه هي وجود البترول والغاز الطبيعي في ارض الوطن العربي، ودي شيء مهم او ده شيء مهم جدا بالنسبه للوطن العربي اللي ادى الى غنى معظم دول الوطن العربي اقتصاديا. رقم اربعه تحكمه في اربعه ممرات مائيه مهمه، وهنا الاربع ممرات المهمه دول مش مهمين بس للوطن العربي، بالعكس ده مهمين للعالم كله، أدت إلى زيادة أهميته الاقتصادية. يبقى أنا عندي أربع أو خمس حاجات كانوا السبب وراء الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للوطن العربي. كانت أولها تحكم الوطن العربي في طرق التجارة من خلال موقعه المتوسط. تاني حاجة إشرافه على ثلاثة أذرع مائية، وهي البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي، ودي شكلت دور مهم في التجارة العالمية، بالإضافة إلى تنوع موارده بسبب تنوع الأقاليم المناخية والحياة النباتية وتكويناته الجيولوجية، بالإضافة إلى وجود البترول والغاز الطبيعي على أرض الوطن العربي، وتحكمه في أربعة ممرات مهمة زادت من الأهمية الإيه؟ الاقتصادية. نيجي مع بعضينا هنا نبص هنلاقي خريطة من أهم الخرائط بالنسبة للوطن العربي اللي بتعرفني الممرات اللي أنا اتكلمت عنها في الصفحة اللي فاتت. أول وأهم هذه الممرات عندي هناخدهم كده من اليمين للشمال، هلاقي قناة جميلة جدا موجودة في مصر اسمها قناة السويس. قناة السويس دي هي إشراف مصري خالص، يعني مصر بس هي اللي بتشرف عليها.
بتربط ما بين البحر المتوسط في الشمال والبحر الأحمر في الجنوب. يبقى أنا عندي هنا أول ممر مائي مهم هو قناة السويس، بيربط ما بين البحر المتوسط في الشمال والبحر الأحمر فين؟ في الجنوب. نيجي نبص جنبيه على طول، هنلاقي عندي مضيق اسمه مضيق هرمز. وطبعا مضيق هرمز ده اللي موجود عندي على أقصى اليمين أو أقصى الشرق، بيربط ما بين خليج العربي وما بين البحر العربي وبالتالي المحيط الهندي. إذا هنا بيربط ما بين الخليج العربي وما بين خليج عمان وبالتالي المحيط الهندي. طب مين الدول اللي بتشرف عليها مستر؟ قال لي دولتين، دولة اسمها عمان ودي دولة عربية هنعرفها كمان شوية، ودولة غير عربية وهي دولة إيران. يبقى بيربط ما بين الخليج العربي وخليج عمان وبيطل عليه دولتين وهما عمان وإيران. نيجي لتالت المضائق أو تالت الممرات المهمة في الوطن العربي، وهو مضيق باب المندب. ومضيق باب المندب لو أنا بصيت على آخر البحر الأحمر في الجنوب هلاقي حتة ضيقة صغيرة خالص ممر مهم جدا اسمه مضيق باب المندب. مضيق باب المندب ده بيربط ما بين البحر الأحمر وخليج عدن، وطبعا بالتالي بيربط ما بين البحر الأحمر والمحيط الهندي برضه. إذا هنا بيربط ما بين البحر الأحمر وخليج عدن أو المحيط الهندي، وبتشرف عليه دولتين عربيتين وهم اليمن في الجناح الآسيوي وجيبوتي في الجناح الأفريقي. يبقى أنا عندي بتشرف عليه المضيق ده بالذات مهم جدا لسبب واحد، إنه بتشرف عليه دولتين عربيتين، يعني إشراف عربي خالص، وهما اليمن وجيبوتي. نوصل لآخر المضائق أو آخر الممرات المائية في الوطن العربي، وهو مضيق جبل طارق. ومضيق جبل طارق برضو بتشرف عليه دولة عربية وهي دولة المغرب، ودي موجودة في الجناح الأفريقي في الغرب أو في الشمال الغربي. عندي كمان بيطل عليه دولة أخرى أوروبية وهي دولة إسبانيا. بيربط ما بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي. يبقى أنا عندي تاني نرجع نقول أول الممرات وأهمها هو قناة السويس، بتربط ما بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، إشراف مصري خالص، بتشرف عليها دولة مصر فقط. نيجي لتاني مضيق هو مضيق هرمز، بيربط ما بين الخليج العربي وخليج عمان وبالتالي المحيط الهندي. بتطل أو بتشرف عليه دولتين، الدولة الأولى هي دولة عربية دولة عمان، والدولة الغير عربية هي دولة إيران. ده مضيق هرمز. ثالث المضائق أو الممرات المائية هو مضيق باب المندب، ومضيق باب المندب تحت إشراف عربي خالص، بيربط ما بين البحر الأحمر وخليج عدن، بتطل عليه أو بتشرف عليه اليمن في الجناح الآسيوي وجيبوتي في الجناح الأفريقي. آخر المضائق هو مضيق جبل طارق، وبيربط ما بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، وبتشرف عليه المغرب وهي دولة عربية، وإسبانيا وهي دولة أوروبية غير عربية. ده بالنسبة للموقع الجغرافي اللي بيتحكم أو المضائق البحرية التي يتحكم فيها الوطن الإيه؟ العربي. نوصل هنا لسيطرة الوطن العربي على قناة السويس وعدة المضايق اللي احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل من شوية. هل ليها نتائج وليها أهمية بالنسبة للوطن العربي؟ طبعا ليها أهمية كبيرة جدا، بتتحكم بيها أو بيتحكم بيها الوطن العربي في طرق الملاحة العالمية. واللي زادت من أهمية الوطن العربي في الحرب أو في وقت الحرب والصراعات الدولية، نظرا لما يمتلكه الوطن العربي من أهمية استراتيجية اللي هي الأهمية وقت الحرب والسلم والأزمات. فتعرض الوطن العربي للعديد من المحاولات للاستيلاء عليه ونهب خيراته من الدول الاستعمارية الكبرى. يبقى أنا عندي هنا سؤال، ما النتائج؟ مهم جدا. ما النتائج المترتبة على الأهمية الاستراتيجية للوطن العربي أدى إلى تعرضه للعديد من المحاولات للاستيلاء عليه ونهب خيراته من الدول الاستعمارية الكبرى. طب هل الدول العربية قاومت الاحتلال ده أو قاومت الدول الاستعمارية؟ نعم، قاومت الدول العربية حتى حصلت على استقلالها. هل كل الدول حصلت على استقلالها؟ قال لي آه، فيما عدا فلسطين
والتي ما زال شعبها يكافح للحصول على ايه؟ على استقلاله. وبعض المدن المغربية زي مدينة اسمها سبتة ومدينة اسمها مليلة، وطبعا المدينتين دول واقعين تحت الاحتلال الاسباني وبعض الجزر الاماراتية. يبقى انا عندي هنا سيطرة الوطن العربي على قناة السويس وعلى الممرات المائية المهمة، ادت الى تحكمه في طرق الملاحة العالمية، واللي زادت من اهميته وقت الحرب والصراعات الدولية. ونظرا لما يمتلكه الوطن العربي من اهمية استراتيجية، بما النتائج المترتبة على الأهمية الاستراتيجية للوطن العربي، أدى إلى تعرضه للعديد من المحاولات للاستيلاء عليه ونهب خيراته من الدول الاستعمارية الإيه؟ الكبرى. هل الدول العربية زي ما قلنا قومت؟ يبقى قد قاومت الدول العربية حتى حصلت على استقلالها، ما عدا دولة فلسطين وما عدا مدينتي سبتة ومليلة في المغرب وبعض الجزر الإماراتية التي لم تنال على استقلالها حتى الآن. نوصل لجزء مهم جدا عندي في الدرس، وهو الجزء الثاني، وهو مساحة الوطن العربي. طبعا الوطن العربي له مساحة كبيرة لا يستهان بها، فيبلغ مساحة الوطن العربي نحو 13 مليون كيلومتر مربع، وطبعا يتكون من مجموعة من الدول. معظم الدول اللي موجودة عندي هم 22 دولة عربية، كل الدول العربية عددهم 22 دولة، منهم دول في الجناح الافريقي اللي هم في قارة افريقيا واللي هم عددهم 10 دول، ومنهم دول موجودة في الجناح الاسيوي اللي هم في قارة اسيا ودول عددهم 12 دولة. يبقى مجموعة دول 22 دولة عربية في مساحة تبلغ نحو 13 مليون كيلومتر مربع. طبعا عندي هنا زي ما احنا شايفين قدامنا الخريطة الجميلة اللذيذة دي، هنلاقي ان عندي ده الوطن العربي متقسم لدول. هنلاقي ان عندي لو بصينا من الغرب للشرق في افريقيا، يعني من ايدي الشمال لايدي اليمين، هلاقي اول دولة موجودة عندي هي دولة موريتانيا، وراها على طول فوق على ساحل المحيط الاطلنطي وساحل البحر المتوسط دولة اسمها المغرب، وراها الجزائر، جنبها على طول تونس، بعديها على طول دولة لازقة في مصر هي دولة ليبيا، بعد كده دولة مصر، واخيرا وليس باخيرا جمهورية السودان وجيبوتي والصومال، ودولة عندي موجودة في المحيط الهندي زي ما قلنا خارج النطاق الفلكي للوطن العربي وهي دولة جزر القمر. يبقى دول العشر دول اللي موجودين في الجناح الايه؟ الافريقي. نيجي لل 12 دولة اللي موجودين في الجناح الاسيوي، وهم اليمن وعمان والامارات وطبعا قطر والكويت والبحرين والعراق وسوريا ولبنان والاردن وفلسطين والسعوديه. يبقى دول الدول العربيه اللي موجوده في الجناح الاسيوي. نقول تاني: اليمن، عمان، الامارات، قطر، الكويت، البحرين، وطبعا العراق وسوريا ولبنان والاردن وفلسطين والسعوديه. دول دول الجناح الاسيوي، واللي جنبهم دول الجناح الافريقي، لو جمعناهم الاثنين هنلاقيهم 22 دولة عربية موجودين في الجناح الاسيوي والجناح الافريقي على مساحة 13 مليون كيلومتر مربع. نيجي هنا بقى نسأل سؤال مهم جدا، هو احنا ليه يا مستر قسمنا الوطن العربي لدول مختلفة المساحة، اي متباينة المساحة، يعني دول صغيرة، ليه يا مستر ده؟ قال لي كان السبب الأول والأخير وراء تقسيم الوطن العربي هو تعرضه للاستعمار الأوروبي. طبعا الاستعمار الأوروبي عارف إن دول الوطن العربي لو فضلت دولة واحدة تبقى قوية، إذا مش هيعرف ينهب، مش هيعرف ينهب خيرات العالم العربي إلا إذا قسمه. طب هل نجح في تقسيمه؟ طبعا نجح في تقسيمه. إذا يرجع تقسيم الوطن العربي لتعرضه للاستعمار الأوروبي الذي قسمه إلى دول مختلفة المساحة وعدد سكانها، وبيفصل ما بينها وما بين بعضها حدود سياسية مصطنعة نتج عنها وجود بعض المشكلات زي مشكلة فلسطين، مشكلة جنوب السودان، ومشكلة دارفور. طبعا دي مشكلات بسبب الحدود. وده كان درسنا الأول في منهج الجغرافيا. أتمنى يكون الدرس سهل وبسيط عليك طالب سنة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.